انا برضو مصر ان انت مكبر الموضوع وشايف ان هنا امن مكان ليك. يا فريده بطلي زن بقى، ولازم افتح لكم البلكونه اوريكم كم المخبرين اللي واقف بره. مخبرين واقفين بره؟ انت شفتهم ازاي؟ ولازم اشوفهم، قالوا مكان صلاح هعمل كده. طب واحنا هنخرج ازاي والمخبرين دول واقفين؟ هنخرج. اهدوا بقى كده عشان لكم هنخرج ازاي. ده الكارت بتاع حوض السيطرة، في عنوان الورشة بتاعته وكمان رقم تليفونه، ومتهيألي إن هو ساكن جنب الورشة. جبت شرايح التليفونات اللي قلتلك عليها؟ آه. دول ثلاث خطوط غير بعض، كل شوية كده بدل ما بينهم، هتلاقيهم بيكلموك علشان ياخدوا بياناتك يحطوها على السيستم، يا إما هيقفلوا الخط. ماشي. أنت هتكلمه على طول دلوقتي يا باشا كده؟ مش هتظبط شوية لما نشوف لنا صرفة في المخبرين اللي واقفين بره دول؟ جرب رأيي. النظر الشرطة يا ابني مش من بياض محارة، أنا عارف أنا بعمل إيه. طب يعني لو مؤاخذة يعني هنخرج من هنا إزاي وهم واقفين بره؟ اسكتوا بس واسمعوا كده تعرف أنا بعمل إيه. طب سعادتك يعني مالي إيدك من حوض السيطرة ده؟ لا أنا بطمن بس يا باشا، طالما مالي إيدك خلاص. يا حوده انا سليم الانصاري. والله يا فندم ساعات بحس ان احنا ماشيين غلط، وسليم مش هنا اصلا، زمانه في اسكندريه في الصعيد، وقاعد بيضحك علينا وسيدنا مفحوطين هنا. سليم هنا في القاهره وقريب مننا قوي كمان، ولعبه القط والفار دي لازم تخلص بقى. هنا فين بس يا باشا؟ احنا قلبنا الدنيا هنا ملوش اثر. ده لا يمنع انه هنا، لان ما كانش قدامه فرصه لانه يروح لاي حته بعيد. وسليم بطبعه شكاك، واحنا تحركاتنا هتوتره، وانا مش عاوز اكتر من كده. طب واخره التوتر ده يا فندم؟ هيقرر يظهر او يتحرك، احنا في اللحظه دي مفروض نكون مفتحين عينينا كويس قوي وجاهزين قوي، انت فاهم؟ حاضر. لا لا طبعا زي ما اتفقنا. حاضر، هستنى من معاليك تليفون بكره. مع السلامه. مع الف سلامه يا باشا. مع السلامه. حودة، حودة، ايوه يا مالك يا اخويا مساهم كده ليه؟ بقول لك يا عم، انا عايزك في كلمتين مهمين. خير يا اخويا، كفلنا الشر. والله يا ابني انا خايف من السيطره بتاعك ده لا يسلمنا. بقول لك يا عم ابراهيم، انت احنا لسه في اولها، لو خايف امشي لوحدك شوف هتروح فين. روح فين يا بيه؟ خلاص احنا بقينا قدر واحد، عند اذنكم انا اخش انام. يا سليم انا خايفه عليك قوي. خايفه من ايه بس؟ ما تخافيش. بعدين هيحصل ايه اوحش من اللي احنا فيه يعني؟ مخلص اللي حصل حصل. لا في اوحش، ممكن يتقبض عليك، وممكن حد بعد الشر يحاول يأذيك. ايه ده؟ انت خايف عليا بجد؟ هو انت عندك شك؟ طب وخايفه ليه؟ ما لو حصل لي حاجه تخلصي مني من قرفي. تصدق ان انت غلس غلسه؟ عارف يا سليم انا مش عايزك تمشي ليه؟ علشان طول ما انت بعيد عني هبقى خايفة عليك، لكن وانت جنبي هبقى مطمنة، لاني واثقة ومتأكدة ان مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي. هتفضلي طول عمرك تعاملينك كأن عيل صغير. ايوه، علشان من زمان وانا بحس ان انا امك التانية اللي لازم تخلي بالها عليك وتحميك حتى من نفسك. وحياتي عندك يا سليم، اوعدني اوعدني ان انت تخلي بالك من نفسك. حاضر. وبطل الجراءة بقى والجنان بتاعك اللي انت متعود عليه ده. حاضر. وتكلمني اول باول، على طول تطمني عليك، ما تتأخرش عليا يا ستي. حاضر.
ممكن بقى نقولك حاجة؟ أنا عمري ما ندمت في حياتي على حاجة قد ما ندمت إن إحنا سيبنا بعض. لو لفيت الدنيا كلها مش لاقي واحدة زيك. وإيه كمان؟ بس كده. إيه اللي بس كده دي؟ أنا عندي كلام كتير عايز أقوله لك. بس أنت شايف الظروف اللي إحنا فيها. يمكن لو كنا في ظروف تانية كنت ممكن أقدر أقوله لك. إن شاء الله هتخرج منها بخير وساعتها مش هديك فرصة ما تقولش اللي أنت عايز تقوله، هتقوله غصب عنك. أنا مفيش حد يقدر يخليني أعمل حاجة غصب عني غيرك. بس أنت سبتني زمان يا سليم. برضه أنت اللي خليتني أسيبك غصب عني. بس خلاص أنا عمري ما أسيبك ولا هبعد عنك تاني أبدا. ياه مالكش حق يا حودة، كل السنين دي مخبي عليا، كل السنين دي مفهمني انك كنت مسافر بره وعملت حادثة هي اللي خرشميتك وبهدلت جسمك البهدلة دي، وانت الدنيا كنت محبوس وعمالين يضربوا فيك لغاية ما طلعوا عينيك وبهدلوك. كنتش عايز اشيلك هم فوق همك يا هيام، كفاية عليكي مشاكل العيال وبلاويهم. وسايب نشتم في الراجل يومات يا حودة، ولولاه كان بيتنا اتخرب واتبهدلنا اخر بهدلة. مالكش حق اخص عليك. عرفت بقى انا كنت بقفش عليك ليه لما كنت بتجيبي سيرته؟ بل ايه اللي بيقولوا عنه في التلفزيون ده؟ كلام كلام، هم بتوع التلفزيون وراهم ايه غير الكلام؟ قاعدين 24 ساعة بيتكلموا وبيضحكوا على الناس، والناس الغلابة هي اللي بتصدقهم بس. عشان كده انا كنت بحاول افهمك وانت مخك تخين. بس ده ظابط، ايه اللي يخليهم يعملوا فيه كده؟ هو ده اللي مجنني. يعني انت مصدق صحيح يا حودة انه مظلوم؟ انا مصدق سليم بيه من قبل حتى ما يكلمني. سليم بيه زمان صدقني لما كل الناس كذبتني، يبقى انا لازم اصدقه لما كل الناس تكذبه. ايوه يا اخويا انا بس قصدي. بس ايه الاثباتات اللي ماسكينها عليه؟ اني اثباتات؟ ويا سليم بيه لما صدقني زمان كان في اثباتات؟ انا جربت دعم الظلم زمان وحاسس بمرارته، حاسس بالنار اللي فيها سليم بيه. عشان كده ما ينفعش اقل معاه. مش يمكن ربنا عمل كل ده عشان ارد له الجميل اللي هو عمله معايا زمان؟ خير مالك؟ فريده كلمت اخت سليم واتفقوا ان هم يروحوا المقابر هي وامه عند مقبره ابوه. امر ابوه؟ طب الكلام ده هيحصل امتى؟ كمان ساعتين. يبقى سليم عاوز يشوف امه واخته. وفريده هي الوسيط؟ طب ده كويس قوي. جهز نفسك بسرعه علشان نبقى في شرف استقباله.